الحمد لله رب العالمين على هذه النتيجة وعلى أداء المباراة ككل. نشكر اللاعبين على المردود الجيد اللي أداوه منذ بداية المباراة، يعني ودخلوا في زمام المباراة منذ الوهلة الأولى ووقفوا الند للند لفريق الأهلي، ولكن كانت نقصنا اللمسة الأخيرة والسرعة في تنفيذ الشيء اللي خلى، يعني الشوط الأول ما كانش عدة فرص للتسجيل. طلبنا من اللاعبين في الشوط الثاني ان ينفذوا اكثر وتكون السرعه في التنفيذ خاصه على الاجنحه، الشيء اللي جاب هدف. نقص الخبره باش ما قدرناش نحافظوا على هذا الهدف، ونفس الشيء الخبره من جانب الاهلي على ركل، يعني كره واحده سجلوا علينا وعدلوا النتيجه. على العموم نظن باللي تمنينا لو كسبنا يعني المباراه وثلاث نقاط اللي كنا نشوفوها يعني قريبه لنا اكثر من شباب الاهلي من الاهلي، ولكن هذه هي كره القدم. اليوم نظن اللاعبين راهم مشكورين على الاداء اللي اداوه، ان شاء الله هذه المباراه تزيد لهم اكثر في الخبره في المستقبل. وحنا من كما يقول لعبنا منذ البدايه والحمد لله، يعني نظن على العموم راضي بالمردود تاع اللاعبين، ولكن النتيجه يعني خلتنا شويه تمنينا يعني بلو كون خلصنا بفوز تاريخي اللي يبقى دائما في الذاكره ويبقى دائما عند هاد اللاعبين الشبان اللي اليوم حبوا يلعبوا مع عملاق الكره الافريقيه وحبوا يكسبوا هذه المباراه اللي تبقى التاريخ عندهم. وهذه تصدر عن فريق يعني صغير من جانب التاريخ ومن جانب يعني النشاه، عندما تستقبل فريق كبير والاخر هذه يعني طموح كان شرعي وموجوده في المباريات الكبيره. الحمد لله احنا اليوم كسبنا فريق، ان شاء الله نحافظوا على هذا الفريق في المستقبل ونصلحوا اخطائنا ولهم اللاعبين يكتسبوا خبره من مباراه لمباراه. هل ترون التعادل اليوم كان عادل؟ بالنسبه لي انا ما كانش عادل، بالنسبه لي انا تمنيت لو يعني سجلنا هدف ثاني لو انتهت المباراه بهدف مقابل صفر، وحتى الهدف الثاني مازال ما شفناش الا فيه تسلل ولا لا. نظن على العموم خلقنا احسن الفرص، ولكن كره القدم فعاليه، هما من كره عدلوا، احنا جاونا ثلاث او اربع فرص سجلنا هدف. نظن على العموم تعادل امام الاهلي يبقى دائما نتيجه ايجابيه، ولكن بكل صراحه تمنينا لو انتهت النتيجه في صالحنا وكسبنا ثلاث نقاط. والله شبيب صار منذ بداية الموسم تدي في مباريات جيدة، ولكن أول مرة الفريق اللي يلعب على رابطة أبطال إفريقيا والكأس والبطولة، هذه هي النقص في الخبرة، لأن عندما تلعب على تلك الجبهات يكون من جانب ذهني يكون تشتيت، اللاعبين ما عندهمش خبره مشتتين، احيانا يحبوا رابطه ابطال اكثر، بعد ما يتنقلوا للبطوله نساوا البطوله، يعني ما راهمش مركزين كثير على البطوله، وهذا هو اللي يظهر الاداء يظهر يعني باهت من مباراه لمباراه، وحتى يعني في كاس الجمهوريه خرجنا مع فريق صغير. نظن هذه هي الامور، يعني عندما تشوف فرق كبيره وعملاقه، يعني ما تلعب على ثلاث جبهات، دائما ما تقدرش تركز على المباريات يعني في البطوله ولا في الكاس. المهم اليوم اننا الهدف وصلناه اللي استرناه في بدايه الموسم وهو الدخول الى دوري المجموعات، والحمد لله رب العالمين اننا في دوري المجموعات. اليوم رانا واجهنا الاهلي بوجه يعني وقفنا الند للند مع يعني اللي كان الشوط النهائي الدوري يعني نهائي كاس ابطال افريقيا ما عليهاش يعني شهرين. الحمد لله هذا مكسب، ولكن راح نلقى صعوبه في البطوله، هذه هي لان بنتواجه الاهلي يعني بحماس وتركيز كبير واراده وبنتواجه في البطوله. نظن باللي راح نوجدوا صعوبات في هذا الشهر يعني وشهر، ولكن نسيروا مباراه مباراه، التعداد اللي موجود راح يعني نسيروه ونحطوا نغيروا كل مباراه، نعطيو اللاعبين باش يسترجعوا من الجانب البدني، خاصه نخدم على الاسترجاع من الجانب الذهني، لان كثافه المباريات تعب اللاعبين من الجانب الذهني، ولازم نحافظ على الاسترجاع من الجانب الذهني ثم البدني. ان شاء الله عندنا الخبره الكافيه باش نسيروا هذه يعني المباريات والبطوله. المهم ان نوجدوا الوصفه اللازمه، ولازم الصبر على هذا الفريق، ماهوش في ظرف ثلاث اشهر لازم يكون في البطوله مردود جيد، وفي رابطه ابطال لازم مردود جيد. حتى الاهلي في البطوله ما راهوش يعني موجود بارمضه من اللاعبين،
لازم نصبروا على هذا النادي وعلى هذا الفريق وهذا الشبان اللي اكتسبوا خبره خاصه للمستقبل. هذا واش نطلب من يعني من الاداره ومن الجماهير. والله احنا بكل صراحه يعني باقي المشوار، احنا نلعب باش نشرف الكره الجزائريه اولا باش نكتسب الخبره ونحتك مع عمليه الكره الافريقيه. يعني اليوم بالمباراه تاع اليوم صح تمنينا لو فوزنا بالمباراه، ولكن الغالب هذه هي كره القدم. قدر الله ما شاء فعل. نقطه احنا اول نقطه تاريخيه، اول نقطه. انا نعرف فرق اللي شاركوا اول مره ما كسبوا حتى نقطه، اليوم هذه النقطه بها نتمنى المستقبل ونكبر من موسم الى موسم. على العموم احنا ما نتاثروش كما خسرنا 3-0 في سيمبا، اليوم راكم شفتوا الوجه اللي كاين، وان شاء الله نروحوا لفيكتور كلوب راح نكتسبوا خبره، وهذه الخبره هذه باش نبنيو بها المستقبل، هذا هو المهم والاهم. ما بالنسبه يعني للبطوله ان شاء الله راح نسترجعوا القوه تاعنا من مباراه لمباراه ان شاء الله. شكرا كابتن، ثانك يو كابتن.